السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، القص اللحم اللي قدام حضراتكم ده أنا بعته لشخص رجعه لي، وإيه السبب إن هو رجعه لي؟ هقول لك على كل حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو أرجوك أعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهات. هنبدأ الحكاية من الأول. ده صديق من متابعين القناة بيتفرجوا عليا وعجبوا طريقتي في البيع والشراء. كل حضراتكم عارفين انا ببيع الحمام ازاي. انا ببيع الحمام، بسيب اول شغله اجيب القص كده اجوزه في السلاكة زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، بجوزه في عين 60 في 60، بحط له طاجنين، بهيئ له الجو المناسب للشغل. اما الاقيهم خلاص اتجوزهم اسيبهم لما يحصوا عندي اول حصويتين زي ما حضرتك شايف بالظبط كده، حصهم اول حصويتين، اخد البيض اكشف عليه النتاية بيضة البطين والبيض عمران، ابدأ اعرضه للبيع او اسلمه للي هو طالب مني حمام. وده اللي حصل مع صاحبنا ده، احنا مش هنذكر اسامي يعني، لكن انا عايز كنت تحكمهم في اللي حصل ده. فانا كشفت على البيض وسلمته وصورته له، قلت له القص بتاعك اهو، الليلة اللي انا هسلمه فيها الحمام. قال لي انا عايز كمان قص زاجل. قلت له طيب اتفقنا على القص الزاجل، يعني قص الزاجل يعتبر ببلاش بأقل من ثمنه بكتير. المهم وافقت، جبت له القص الزاجل. القص الزاجل ما كانوش اخدين بعضهم اسبوع، ولقيته بيكلمني يقول لي يا عم مصطفى القص الزاجل بيضربوا في بعض. قلت ده طبيعي، ممكن اكون غلطت واديته دكرين، ممكن اكون غلطت واديته انتيتين، لان هو فاجئني ان هو عايز قص زاجل ما اعطانيش فرصه، وان هو انا صورت له قص واثنين وثلاثه قال لي لا مش عايز اللون ده، فيختار لون ما كانش متجوزين، فاخترت له جوز شباب هو يجوزهم، قال لي انا اجوزهم مش مشكله. لكن مش دي المشكله في القص الزاجل، المشكله جت مع القص اللحم ده. القص اللحم دول بعد ما قعدوا عنده حوالي مثلا نقول ايه 10 15 يوم مش فاكر بالظبط، لقيته بيكلمني يا عم مصطفى الحمام باض. قلت له تمام الحمد لله، بضوا البطين. قال لي بضوا البطين. كلمني قال لي ايه البيض فارغ يا عم مصطفى. قلت له البيض فارغ، هم بضوا امتى؟ قال له بضوا البيضة التانية امبارح. طيب قلت له يا عمي الحاج، هو لما يكونوا بضوا البيضة التانية امبارح تطلبني النهاردة تقول لي البيض فارغ؟ ما ده شيء طبيعي، لسه البيض لسه لازم يقعد 4 5 ايام تحت الحمام اسبوع، وبعدين تبقى تكشف على البيض. ما ينفعش تكشف على البيض وهو لسه البيض متحص امبارح او اخر بيضة متبضى امبارح، لان احنا بنحسب البيض على اخر بيضه، ما بنحسبش البيضه الاولانيه، لان الحمام في طبيعته ما يرقدش على اول بيضه. المفروض الحمام فيه حمام بيرقد وفي حمام ما بيرقدش، لكن انت ما تحسبش غير على البيضه الاخيره، المفروض تستنى 4 5 ايام وبعدين تكشف على البيض. فانا حسيت كده ان هو عايز يرجع الحمام، لكن محروق يقول لي ان هو عايز يرجع الحمام. ما كانش في مشكله عندي ان هو يرجع الحمام، لكن انا شكيت في حاجه هقول لك عليها دلوقتي، هقول لك عليها كمان شوية. مش معقول انت راجل بتقول ان انت فاهم في الحمام وتكشف على البيض تاني يوم وتقول لي ان البيض فارغ. انت عارف ان البيض يتكشف عليه بعد 3 4 5 ايام من اخر بيضة، من اخر بيضة، لان اول بيضة الحمام مش هيرقد عليها، وده الحمام الكويس اللي ما بيرقدش الا لما يبيض البيضة التانية، ده اللي احنا الحمام اللي احنا بنحبه عشان البطين يفقسوا مع بعض. لان لو رقد على البيضة الاولى، البيضة الاولى هتفقس قبل البيضة التانية، قبل الزغلول التاني بيومين، الزغلول الاول هيفقس قبل التاني بيومين، فهيصبح زغلول اكبر من زغلول. فاذا الافضل ان الحمام اللي هو بيرقد على البيضة التانية من بعد ما يحصي البيضة التانية. يبقى كده طيب هو سمع مني واستنى يومين كمان وقال لي ايه، طلبني برضو قال لي يا عم مصطفى البيض فارغ اعمل ايه؟ انا بصراحة ما صدقتش وما اقتنعتش بالكلام، انا شاكك في الموضوع ان هو عايز رجع الحمام باي طريقة، وان او جايز لقى حمام ارخص او حاجة، لكن والله كل واحد بياخد رزقه يعني. ان هو برضه الله اعلم هيجيب حمام ايه، هو مش هيجيب احسن من اللي انا اديته له وبالسعر اللي انا اديته له، ممكن يكون شاف اقل شويه في السعر، بس الله اعلم باللي هو اشتراه. بس انا متاكد من الحمام اللي انا اديته له، وعارف الحمام اللي انا اديته له، فانا جبت القص هو زي ما حضراتكم شايفين اهو، وسبت القص لما حصه عندي وكشفت على البيض، وهوري لك دلوقتي وانا بكشف على البيض. يبقى اذا هنا في احتمالين، الله اعلم. الاحتمال الاول لو احنا هناخد بحسن النية ان القص وهو شباب ممكن يطلع بيض فارغ فعلا، لكن ما تحكمش على القص من اول شغله
ان هو بيبيض بيض فارغ الا ما تجربه مره واثنين وثلاثه، مره واثنين وثلاثه، انما مش من اول مره تقول لي البيض فارغ. يعني كان ممكن تستنى شويه. طب انا هقول لك على حاجه، القص ده حصه بعد ما جه بخمس ايام. ايوه 5 ايام بالظبط وحصه. تمام، اول حصويتين طلع فيهم واحده فارغه وواحده ملانه، لانه لسه ما كانش لسه خد على المكان، لانه جاي من عندك بقاله فتره. بعد 5 ايام حصل حصويتين وانت لسه شايل من عنده البيض. استنى كمان 5 6 ايام، انا شلتهم لقيت بيضه فارغه وبيضه ملانه، قلت لا مش هبيعه برضه. شلت البطين اللي فيهم واحده فارغه وواحده ملانه وسبته حصه دلوقتي تاني حصويتين. بعضهم بعد ما شلت حصاهم الاولاني بخمس ست ايام، انا مش فاكر بالظبط بس 5 الى 6 ايام برضه تاني. طيب بعد ما طفيت النور اهو هجيب البيضه اكشف عليه. انا حضنت تحتهم كمان بيضه يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله، هم لسه يعتبر اول شغلهم، ما طلعوش غليل قبل كده دول. حضنت تحتهم بيضه ثالثه. البيضه اهو يا جماعه اهو بسم الله ما شاء الله، بيض مخصب اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادي واحده بيضهم والبيض الثاني كمان والبيضه اللي انا ضفتها عليهم كمان اهو، 2 ما شاء الله، 3 بيضات مخصبين. تمام اهو الثلاث بيضات مخصبين، بيضهم والبيضه الثانيه اهو يا جماعه، التواريخ عليهم اهي، ده 20/1 اهو، ودي بيضه انا كاتب عليها منقول، دي مش بتاعتهم عشان عارفها، ودي البيضه الثالثه مش عليها تاريخ، فانا بكتب على البيضه الاولى بس. اي قص بيبيض عندي غالبا بكتب على البيضه الاولى، مفيش داعي ان انا اكتب على البيضه الثانيه. يبقى دي كانت 20 يبقى دي تاريخها 22. تمام، ادي الثلاث بيضات يا جماعه، هرجع لهم البيض. ربما تكون حضرتك حاطط الحمام ده يا اما سايب مربيه سكاتو سايب، ففي ذكوره تانية اكبر سنا بتضرب الذكر وقت ما يجي يتزوج فبتمنعه من التزوج، او حاجة تانية لو انت مربي في سلاكة ضيقة او ارتفاعها قليل، ارتفاع السلاكة ممكن يعوق عملية التزاوج او اتساع السلاكة، ما انا مش لاقي حل غير كده. او ان انت خدت الحصى ودي يعني ايه، انا ما يعني بستبعدها شوية، لكن انا بقول الاحتمالات اللي انت ممكن تحصل لو انت بعت لحد حمام وبعد فتره قال لك انا عايز ارجع الحمام وانت متاكد من الحمام بتاعك. طب انا هقول لك ليه، انت ممكن تقول يعني ان انا ممكن اغشك. لا انا مش هغشك لسبب واحد بس، انا لو هغشك يبقى انا بغش نفسي. ازاي؟ يبقى انا بعاقب نفسي. انا دلوقتي عشان اروح دفعت لك عليهم فلوسك، رجعت لك فلوسك ورجعت عليهم مصاريف الشحن، يبقى انا كده استفدت ايه؟ يبقى انا عاقبت نفسي ان انا اعطيتك حمام بيبيض فارغ. يبقى من مصلحتي ان انا اعطيك احسن حاجه من البدايه، ما ينفعش اني اعطيك حاجه تضرني انا، هي في النهايه انت تفتكر انها ضرتك، لا ده ضرتني انا، ان انا اتغرمت مصاريف الشحن وان انا رحت مرتين للموقف عشان اجيب الحمام تاني مره واديه اشحن لك الحمام، ومره اروح استلم الحمام وادفع مصاريف شحن رايح جاي. انت طبعا ما طلبتش كده بس انا اخدتها مبدا على نفسي، بس هو زي ما انت شايف الحمام بسم الله ما شاء الله. وحط في بالك ان دايما دايما انا قبل كده يعني اقول لك ايه، ضحك عليا في حمام لحن، بس اقسم بالله الحمام اللي ضحك عليا هو اللي ربنا رزقني منه ورضاني منه احسن من الحمام الكويس. ايه رايك بقى؟ يعني اللي انا افتكرت ان هو حمام وحش واخدته وعالجته وكان تعبان هو اللي ربنا كرمني منه، واللي انا عملت منه سلالة الحمام اللحن، والحمام اللي جبته على انه هو حمام كويس ومية مية، يعني ايه في اللي بيسقط بيض وفي اللي بيكسر البيض، يعني ايه ما اتبسطتش منه. لكن اللي انا اتنصب عليه فيه هو اللي كان احسن حمام عندي، وهو اللي عمل لي السلالة اللي انا ببيع منها دلوقتي. طيب القص ده فيه صديق غالي عندي قوي من بورسعيد، هو كان اخد مني قص لحم وحقيقي هو بيستناني، فانا مش هلاقي احسن من القص ده ان انا اعطيه له. تمام، فالقص ده اهوت، يبقى نوريه لصديقنا اللي هو من بورسعيد، مش هنذكر برضو اسامي لكن برضو هبعته الفيديو ده يشوفه. هو طبعا اتعامل معايا قبل كده وعارف الحمام، ولما عجبه الحمام طلب كمان قصين كمان، كان بيجرب في الاول 2 فطلب قصين كمان، فيبقى القص ده من رزقه ونصيبه اذا وافق على كده.
ده هيبقى القص الثاني لصديقنا اللي هو من بورسعيد اهو. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه اول حصى بتاعه، بس طبعا هنسيبه كام يوم كمان لحد ما نكشف على البيض. ده محصيه اول حصواه، اول شغلها النتايه دي، اول شغله القص ده خالص، والذكر والنتايه لسه شباب يعني، ده اول شغلهم. حتى لو قلت لك النتايه عليها ثلاث ريشات لسه، لكن معنى كده ايه؟ هم ان هم صغيرين، ان هو هتقول ان هو صغير، لكن هقول لك ان السلاله اللي بتبيض وهي عليها ريش دي سلاله نادره، مش هتلاقيها كتير. ده من افضل حمام، لكن طبعا هقول لك لو انت فصلتهم واستنيت عليهم لما يخلصوا ريش يكون افضل. ليه بقى؟ لان ممكن في هم عليهم ريش كده ممكن يطلعوا بيض فارغ، ممكن يكونوا عديم الخبره يكسروا البيض ويقوموا من على البيض. بقول لك برضو العيوب. يبقى معنى ان القص ده حصة او باض وهو لسه عليه ريش، ان الحمام ده من الحمام اللي هو منتج، يعني اقول لك مكنة بيض، تشيل منه البيض هيبيض لك تاني من اسبوع لعشرة ايام، وده طبيعي فعلا، لكن مش من الحمام اللي هو يتأخر. لان بسمع ناس كتير يقول لك انا اشتريت الحمام وقعد شهر ونص وما حصاش، وتلات شهور وما حصاش. لا، ده ان شاء الله بفضل الله لو خدت منه البيض ده دلوقتي اسبوع ان شاء الله ويبيض عندي تاني. انا بقول لك كده باذن الله، وخاصه ان احنا في موسم الانتاج. يبقى ده القص ده مع القص اللي هو بتاع القاهره ده كان مرجعه، هنديهم ان شاء الله لصديقنا بتاع بورسعيد. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.